Ok, mi sentite adesso? Buongiorno, mi sentite? Ok, Semeni? Io Tarrafoni e secondo Semeni. Ok, benissimo. Allora, ok, grazie, grazie Enem. Intanto, ne ben chiamato il Mabad, che è il progetto italiano, un mango di infi, lezione 17, au sabato, ue nebda Mabad. Ok, tamem, ue, scusate, Anni, ho fatto le fette, Anni, ma conti su mango. Tamem. Ok. طيب احنا هنا في كتاب بروجكت ايطاليانو في عندنا اخر حاجه وقفنا عندها ان احنا كنا هناخد اي نومري كاردينالي واي نومري اوردينالي. تمام، اي نومري كاردينالي طبعا احنا اخدناها اللي هي الارقام العاديه، واخدناها طبعا اونو دوه تري كواترو، طبعا الحاجات دي احنا عارفينها كلها، ولكن نراجع عليها سريعا. اوكي، اللي هي اونو دوه، اوكي دوه تري كواترو تشينكوي، اوكي ساي سته اوتو، اوكي نوفي دياتشي دياتشي، اوكي هنا لحد 10، وبعد كده 11 11 دو بالاو، دو ديتشي بالاو، نخلي بالنا دو ديتشي 3 ديتشي 14 ديتشي، اوكي 14 15 ديتشي، اوكي سي اس اي بس ما اقولش سي سي ديتشي، اوكي باي من اول 17 بعكس العشرة في الاول، يبقى ديش ست ديش ست. Aspettate, fino a ed esempio 17, ok 17 17 يعني اللي هي 17 17، وخلي بالنا هنا في A 10 A 7 17، وهنا 18 18 18، ok وبعدين 10 19, 17, 18, 19, NN, 19, ok, 20, 20, ok, هنا لحد 20، تمام، يبقى 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. بعد كده بعد 20 طبعا 20, 21 مع 1 8 بنمسح الحرف المتحرك، يبقى 21 بدون الحرف المتحرك، وبعد كده 22 23 24 25 26 27 28 نمسح الحرف المتحرك 28، تمام. بعد كده 29 طبعا 29 يرجع الحرف المتحرك، و 30 30، تمام، ده اللي احنا خدناه قبل كده لحد 30. هنا بنكمل باقي الأعداد، هنا 30 31 مع 1 يمسح الحرف المتحرك، ومع 8 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 60 70 70 80 90 100 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
500, 600, 600, 700, 800, 900. خلي بالنا 1000 وحدة بتكتب 1000
1000, ok? 1000, 2L, يبقى 2L ولكن أي ألوفات أكتر من 1000 بتكون ميلة، تمام؟ يعني هنا 1000، هنا 1900 1900 وهنا 2000 una L بس وA، تمام؟ أوكي، دي i numeri ordinali، i numeri cardinali اللي هي الأرقام العادية، وفي i numeri ordinali، ordinali اللي هي بالترتيب أو الأرقام التصاعدية الترتيبية اللي هي الأول والثاني والثالث وهكذا، تمام؟ فبنقول primo, secondo, terzo, quarto. يبقى هنا primo. Primo اللي هو الأول، طبعا لو مؤنثة تبقى prima. Primo, secondo, secondo, الثاني, secondo, terzo, terzo, الثالث, quarto, الرابع, quinto, الخامس، بعد كده quarto, quinto, sesto, sesto, السادس، وسettimo. السابع وأوتافو، الثامن نونو، التاسع ديشيمو، ديشيمو في إيه؟ ديشيمو، العاشر، وبعد كده اونديشيزيمو، دوديشيزيمو، تريديشيزيمو، ما يأتي بعد ذلك بياخد ازيمو، تمام؟ ديشيمو، ديشيمو، بعد كده هنا اونديشيزيمو، دوديشيزيمو، تريديشيزيمو، كواتورديشيزيمو، وهكذا، أي حاجة تيجي بعد 10 بتكون ازيمو، تمام؟ هنا معلش هنا مفيش ايه، ديشيمو على طول، أوكي. تمام، يبقى هنا ده بالنسبة للأرقام. هنا بقى في معانا حاجة مهمة جدا في اللغة الإيطالية، وهي أصعب حاجة الصراحة، اللي هي حروف الجر أو بريبوزيسيوني. ليه بريبوزيسيوني أو حروف الجر؟ فهنا حروف الجر اللي معانا عندنا إن وآ ودا وكون وفرا وترا، في حروف جر كتيرة، وبنبدأ مع بعض حروف الجر، تمام؟ حروف الجر أول حرف معانا اللي هو إن، إن بريبوزيسيوني اللي هي حروف الجر، أوكي؟ بريبوزيسيوني، لي بريبوزيسيوني حروف الجر. عندنا هنا إن بتأتي مع البلاد، فبقول إن إيطاليا، ماشي؟ إن بيو نومي دي أون بايزي أو اسم بلد، إن إيطاليا، إن إسبانيا، إن فرنسا، إن إنجلترا، تمام؟ يبقى هنا in più paese أو in più regione، فبقول in Sicilia، in Sicilia أو in Lazio أو in Lombardia أو in Abruzzo، أي regione أو أي مقاطعة in، تمام؟ وكمان بنقول in و جزيرة سيسيليا كمان ايزولا، ان بيو ايزولا، يبقى كل دول بياخدوا ان، تمام؟ وفي عندي ان وبعض المصطلحات او بعض الكلمات اللي موجودة، فبقول ان سنترو، يو فادو ان سنترو، يو فادو ان سنترو، يعني انا رايحة وسط البلد، طبعا من غير ما احدد سنترو ايه، يعني ما اقولش سنترو دي روما او سنترو دي ميلانو، هنا الموضوع هيختلف، يبقى فادو ال سنترو دي روما او ال سنترو دي ميلانو او ال سنترو كوم مرشالي. في الوقت الحالي هناخد تشنترو بسيطة كده، ما فيش فيها أي حاجة، يبقى هنا إن تشنترو أو إن أوفيتشو، إن أوفيتشو المكتب، أو إن مونتانيا، تمام؟ هنا مع الفيربو أندارا والفيربو أسرة، فبقول إي صونو إن تشنترو أو إيو فادو إن تشنترو، إي صونو إن أوفيتشو أو إيو فادو إن أوفيتشو، إي صونو إن مونتانيا في الجبل أو إيو فادو إن مونتانيا، إيو صونو إن بانكا أو إيو فادو إن بانكا، من غير ما أسمي البنك، تمام؟ إيو صونو إن تشيتا، تشيتا في المدينة، ماشي؟ أو إيو فادو إن تشيتا، وهنا إيو صونو إن فارماتشيا أو إيو فادو إن فارماتشيا، أي حاجة بتنتهي بإيا بتاخد إن، إن فارماتشيا، إن ليبريريا، إن ماتشلرية، أي حاجة فيها إيا بتاخد إن، إيا،
تمام؟ وأي حاجة فيها تاكا بتاخد إن، إن بيبليوتاكا، إن ديسكوتاكا، أي حاجة فيها تاكا بتاخد إن. وإن فاكانسا يعني طبعا في أجازة، وكل وسائل المواصلات بتاخد إن، تمام؟ أو بتاخد طبعا كون بيو لارتيكولو. فبقول إيو فادو اللافورو إن أوتوبوس بالأتوبيس، أو إن ماكينة بالسيارة، أو إن ترينو بالقطار. طبعا ممكن أقول كون الأوتوبوس أو كون الماكينة أو كون الترينو. أوكي، يبقى هنا إن دي الحاجات اللي بتيجي معاها. طبعا في حاجات تانية ولكن يعني اللي ذكرت إلى الآن. في بعد كده معانا آ. A più un nome di una città, يعني اسم مدينة. فبقول a Roma، io vado a Roma او io sono a Roma، تمام؟ او io vado a Parigi او io sono a Parigi، او io vado a Londra او io sono a Londra. Parigi طبعا هي باريس، ولندرا اللي هي لندن، تمام؟ بونجورنو أماني. وهنا عندنا كمان أ بتأتي مع بعض الكلمات، كلمات معينة. فبقول أكازا، إي سونو أكازا، أو إيو فادو أكازا. دوفي ساي سونو أكازا، دوفي فاي فادو أكازا. أليتو، إي فادو أليتو، لهي نفسها إي فادو أدورمير، أو إيو فادو أنانا، يعني يذهب للنوم، تمام؟ أليتو أكازا، أليتو. A teatro، io vado a teatro او io sono a teatro. Io vado a cena او io sono a cena. A scuola، المدرسة، و a una festa، لإحدى الحفلات، تمام؟ وهنا لما ببدأ فيربو، هبدأ لسه فيربو، لسه هبدأه، فبقول io vado a studiare، أذهب للمذاكرة، تمام؟ io vado a studiare، io vado a lavorare، ماشي؟ يبقى هنا io vado a fare qualcosa، يعني هعمل حاجة. ولكن لو أنا خلصت خلاص انتهيت، فبقول io finisco di studiare، أنتهي من المذاكرة. ولكن هبدأ المذاكرة، يبقى inizio أو vado a studiare، تمام؟ وطبعا io vado a fare spese. طبعا اي فيرب بيجي بعد حرف جر لازم يجي في المصدر، يعني ما ينفعش يصرف اصلا، تمام؟ fare spese او fare una passeggiata او fare اي حاجه، fare una doccia، اي حاجه، اوكي؟ وهنا io vado a ballare، يعني هنا اذهب للرقص، او a lavorare للعمل. جميع وسائل المواصلات بتاخذ ان او كون بيو ارتيكولو فيما عدا بيدي، سيرا على الاقدام. io vado a piedi، io vado a piedi. io vado a scuola a piedi، انا اذهب الى المدرسه سيرا على الاقدام، تمام؟ في بعد كده il بتكون al، هناخدها بالتفصيل بعد كده. فهنا بقول io vado al cinema، خلاص هو مصطلح على بعضه، a teatro ولكن al cinema، تمام؟ وهنا io vado al mare، انا هذهب الى البحر، ولكن io vado in montagna، in montagna الجبل، او in centro او in città، ولكن al mare، اوكي؟ io vado al bar، al ristorante، تمام؟ أو al primo piano، الطابق الأول، al primo piano، تمام؟ وفي الأشخاص بياخدوا da، io vado da un amico، يعني أذهب إلى صديق، أو io vado da Antonio، أذهب إلى أنطونيو، io vado da Amani، يعني أنا أذهب إلى أماني، أو io vado da شريف، أو io vado da ليلى، أي حاجة، io vado da، da qualcuno، تمام؟ وطبعا في حاجة لو أنا مثلا هذهب للطبيب، فإيو vado dal، هنا da il، dal medico، io vado dal medico، مش al medico، dal medico، io vado dal medico. ولكن لو أنا هذهب إلى العيادة، فبقول io vado in ambulatorio، ambulatorio اللي هي العيادة، ambulatorio. يبقى io vado in ambulatorio ولكن io vado dal medico، تمام؟ و او io sono dal medico او io sono in ambulatorio. و io vado dal meccanico، الميكانيكو طبعا non ميكانيكي، او io sono in officina، officina اللي هي الورشة. io vado dal tabaccaio اللي هو الراجل اللي بيبيع الحاجات في الطباكيرية او في محل بيع التبغ يعني، واشياء اخرى طبعا. او io vado in tabaccheria، يبقى المكان نفسه in والشخص da،
اوكي وهنا معانا الفيرب venire ياتي من هنا بقى يذهب الى او يكون فيه اللي هي andare او essere دي الحاجات اللي بتيجي معاها ولكن لو هناخد venire في بعض الحاجات بتتشابه وبعض الحاجات بتختلف حاجات اللي بتتشابه منها اسماء البلاد io vado in Italia او io vengo in Italia يعني لو في حد موجود في ايطاليا وانا خارج ايطاليا فبقول مثلا domani io vengo in Italia غدا انا هاتي الى ايطاليا اوكي او io vado in Italia انا هذهب الى ايطاليا io vengo in Germania الى المانيا طبعا وسائل المواصلات io vengo in treno او io vengo in aereo تمام بواسطه الطياره او بواسطه القطار تمام وايو فينجو ا بيزا هنا بقى فينير ممكن تاخد ا او دا مع المدن ازاي لو انا رايحه المدينه وحضرتك او حضرتك فيها وانا بقول لك انا جايه هنا انا جايه ايو طبعا فينير ياتي يبقى ايو فينجو ا بيزا اوكي او ايو دوماني ايو فينجو ا ميلانو مثلا اماني دوماني ايو فينجو ا ميلانو اماني موجوده في ميلانو وانا بقول لها ان انا سوف اتي الى ميلانو غدا يبقى فينجو ا ميلانو تمام وهنا ايو فينجو ا كازا اتي الى البيت او ايو فينجو ا تياترو اتي الى المسرح تمام ولكن لو انا جايه من البلد اللي انا جايه منها بقى اللي هي المدينه اللي انا جايه منها فبقول دا دا يعني انا جايه من ماشي ولكن انا هاتي الى لسه ما روحتش ولكن انا بكلم حد هناك تمام يبقى هنا io vengo da Siena يعني انا جايه من سيينا او انا يعني بلدي اللي انا اتولدت وتربيت فيها سيينا تمام يعني لما اقول io vengo da Roma يبقى انا رومانا من روما تمام يبقى هنا io vengo da Siena او io vengo da Napoli او io vengo da Nicola Nicola هنا اسم واحد يبقى هنا io vengo da Nicola يعني انا هاتي عند نيكولا او da te io vengo da te هاجي عندك او عندك او io vengo da solo او da sola تمام بمفردي سواء ولد او بنت تمام il verbo partire partire نقطة الانطلاق لي بتكون دا ونقطة الوصول بتكون بير ماشي هنا io parto da Torino او da Perugia يعني انا هسافر من تورينو او Perugia per Ancona الى Ancona تمام ولكن andare a يعني io vado a Ancona ولكن io parto per Ancona partire per Ancona تمام io parto per Ancona او per Barcellona Barcellona طبعا هي برشلونه وهنا io parto per l'Italia لو per ومعايا paese هتاخد articolo في العادي كل paese بياخدوا articolo اداه يعني articolo determinativo اداه تعريف فيما عدا لما يوضع حرف الجر إن بقول إن إيطاليا ولكن بقول لإيطاليا أون بيل بايزي يعني إيطاليا بلد جميلة أون بيل بايزي تمام وهنا لإيطاليا بارتو بير لإيطاليا يعني أنا بقول إيو بارتو بير روما سنسا أرتيكولو أوكي ولكن إيو بارتو بير لإيطاليا per l'Italia فيها articolo على حسب طبعا الأداة يعني بقول io parto per il Marocco io parto per la Libia او la Tunisia io parto per l'Italia او per l'Egitto او per l'Argentina اي بلد فيها حرف جر في الأول و يعني per الأداة او per lo Sterilanga او per gli Stati Uniti تمام او gli Emirati Arabi تمام يبقى هنا بير وطبعا فينير نفس الموضوع io vengo da Roma يبقى هنا io vengo نفس الموضوع io vengo da Roma senza articolo اوكي ولكن io vengo dall'Italia dall'Italia يعني من إيطاليا هنا في articolo مع i paesi او البلاد تمام يبقى هنا io parto per l'Italia per la Francia Francia يعني per gli Stati Uniti الولايات المتحدة و io parto in aereo
يعني وسائل المواصلات آلي وطائرة وماكينة إن ماكينة إن ترينو إن أوتوبوس، كل دي وسائل مواصلات ممكن تأخذ كون بيو لارتيكولو إن أكتوبر في أكتوبر، وكمان في عندنا الشهور ممكن تاخد حرف الجر آه تمام يعني إن أو آه تمام. اوكي في معانا هنا تمرين هنا rispondete oralmente alle domande secondo il modello، يعني هنجاوب بشكل شفهي على الأسئلة على حسب المثال. اوكي dove andate stasera؟ dove andate stasera؟ وهنا cinema، خلي بالنا cinema بتاخذ حرف جر al، مركب حرف جر مركب اسمه al. فبقول هنا بقى dove andate voi؟ يبقى noi andiamo al cinema، يبقى andiamo al cinema تمام؟ andiamo al cinema، dove andate؟ andiamo al cinema تمام؟ اوكي طب con che cosa vai a Roma؟ con che cosa vai a Roma؟ يعني هتروح ازاي روما؟ يعني بواسطة ايه؟ اوكي يبقى con che cosa vai a Roma؟ con che cosa vai a Roma؟ فهقول ايه بقى؟ عايز اقول aereo بالطائره. قلنا ان جميع وسائل المواصلات بتاخذ حرف جر in او con più articolo، يبقى con che cosa vai to a Roma، باي شيء سوف تذهب الى روما، يبقى هنا بقول con l'aereo او in aereo، الاثنين صح، con l'aereo اوكي او in aereo، vado a Roma con l'aereo او vado a Roma in aereo، vado a Roma con il treno او vado a Roma in treno، vado a Roma in pullman او con il pullman تمام، con taxi او con il taxi تمام اوكي، او a piedi بقى لو انا همشيها. يبقى هنا dove dovete andare domani، وهنا كلمة centro dove أين dove dovete ماشي andare domani، أين يجب أن تذهبون غدا، dove dovete andare domani، وهنا الإجابة هتكون centro، centro بتأخذ حرف الجر in centro، من centro يعني في وسط البلد وسط المدينة، خلي بالنا centro لازم تكون فاضية معهاش حاجة تانية، لو حددت أي centro يبقى هيكون al centro commerciale أو al centro di Roma أو al centro di Milano مثلا، طالما أنا حددت centro هتكون al centro لوحدها هتكون in. أوكي بعد كده dove vanno i ragazzi a quest'ora؟ أين يذهب الأولاد في هذه الساعة؟ تمام؟ محدش بيجاوب معايا ليه؟ هنا ديسكوتيكا، لو ديسكوتيكا هنقول إيه؟ أين يذهب الأولاد في هذه الساعة؟ وهنا ديسكوتيكا، ديسكوتيكا يعني هيروحين ديسكو ماشي، هنا ديسكوتيكا آخرها تاكا، قلنا كل الحاجات اللي بتنتهي بتاكا بتأخذ حرف الجر إن. in biblioteca in discoteca brava many in، يبقى هنا dove vanno أين يذهبون، dove vanno مين بقى هم i ragazzi الأولاد ragazzi a quest'ora، رايحين فين الأولاد الساعة دي a quest'ora ماشي، يبقى هم رايحين ايه ديسكوتيكا، غرضهم بريء الاولاد يعملوا ايه يعني تروح ديسكوتيكا، يبقى هنا vanno هم vanno in discoteca او i ragazzi vanno in discoteca، ديسكوتيكا ديسكوتيكا اللي هي الديسكو تمام. طبعا حروف الجر هي اصعب حاجه في الايطالي حتى على الايطاليين انفسهم، لان هي متشعبه وباي حاجه بتتغير تماما. كيفاي أدسو؟ كيفاي أدسو؟ ماذا تعمل؟ ماذا تفعل الآن؟ كيفاي أدسو؟ أوكي دوفي باي ماشي، يبقى هنا هتعمل إيه الآن أو ماذا تفعل الآن؟ دوفي باي أين تذهب؟ وهنا أنداري أكازا، أنداري أكازا طبعا هنا بيقول كيفاي أنت ودوفي باي أنت، فبقول فادو فادو أكازا، كيفاي أدسو؟ ماذا تفعل الآن؟ ماشي بقول vado a casa أو dove vai، سؤال تاني dove vai أين تذهب، dove
Fai, ok, fa ul iba. Bene, vado a casa, vado a casa. Vado a casa, يعني اذهب الى المنزل. A casa, una casa, بتاخد حرف الجر. A casa, ماشي, vado a casa. تمام، في بعض الأحيان ممكن أقول sono in casa، مش خطأ، مش غلط يعني، ولكن هي حرف الجر A هو المستخدم بشكل أكتر مع andare ومع essere. Io sono a casa و io vado a casa. أوكي، برافيسيما يا أمين. تمام، بعد كده خلاص قربنا نخلص. عند كده معانا هنا da dove viene لوتشو. da dove viene لوتشو، يعني منين جاي لوتشو، معناها ممكن بنتكلم على الجنسية أو على البلد. احنا طبعا أخذنا قبل كده في حديث عن الجنسية، بقول دي دوفي ساي، دي دوفي ساي، أوكي، دي دوفي ساي، من أين أنت؟ أوكي، فمثلا واحد يقول سونو إيطاليانو، أنا إيطاليانو أو إيطاليانا مثلا، ودي روما، سونو إيطاليانو، سونو دي روما، ماشي؟ دي روما، ده مع الفيرب إسري، بجاوب بالفيرب إسري، سونو إيطاليانو، سونو دي روما، اتنين إيطاليين قابلوا بعض، دي دوفي ساي، أكيد هو مش بيسألوا عن الجنسية، هما الاتنين إيطاليين، فبالتالي وبيقول له دي دوفي ساي، فبقول له سونو دي روما، سونو دي نابولي، مثلا. أو أنكي سونو دي روما، أنا كمان من روما مثلا يعني. أوكي، اتنين بلد واحدة قابلوا بعض فبيسألوا بعض دي دوفي ساي، هنا قصده على المدينة. ممكن أسأل السؤال ده بشكل آخر، أقول دا دوفي فييني، دا دوفي فييني، من أين تأتي؟ دا دوفي فييني، فبقول فينجو، على حسب بقى البلد لأن بتاخد أداة، يبقى فينجو مثلا دال ماروكو. ماروكو، تمام، عشان il ماروكو بتكون دال ماروكو، او vengo مثلا dalla Tunisia، عشان la Tunisia، او vengo مثلا dall'Italia او dall'Egitto او dall'Algeria، عشان بياخدوا متحرك، أولهم متحرك يبقى ال ال أبوستروفو، يبقى فانجو دال ليجيتو، أوكي، متحرك. أو فانجو دالو سريلانكا، عشان سريلانكا أولها اس بيو كونسونانت، فبتاخد متحرك سريلانكا، طبعا سري هنا اس كبيرة، سري لانكا ال اهو اوكي لانكا، تمام. فينجو دالو سريلانكا، او فينجو ماشي دالي عشان لي ستاتي اونيتي، ستاتي اونيتي الولايات المتحده، او ممكن اقول اماراتي عربي الامارات العربيه المتحده، او كمان في عندنا هولندا اسمها بايزي باسي، ماشي. بانجو داي 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 بايزي باسي، بايزي باسي المقصود بيها طبعا هولندا، اللي هي هولندا، بايزي باسي اللي هي نيدرلانديا، بايزي باسي، تمام؟ يبقى هنا طبعا دي كبيرة. اوكي، ولكن لما باجي على المدينة بقول فانجو دا، بدون ايه بقى؟ بدون ارتيكولو، يعني بقول فانجو دا روما، فانجو دا ميلانو، فانجو دا شيكاغو، فانجو دا مراكش، فانجو، بدون أداة، ماشي؟ الا طبعا مدينه واحده بتاخذ اداه اللي هي ايل كايرو عشان الاداه لازقه فيها، فبقول فينجو دال كايرو، تمام. اوكي، يبقى هنا بنقول دا دوفي فييني لوتشو، لوتشو ده ولد، دا دوفي فييني لوي، هو هنا باليرمو، يبقى هو لوي، هو لوي او لوتشو فييني، فييني دا باليرمو بدون اداه، باليرمو، هو جاي من باليرمو، يعني هو باليرميتانو، تمام؟ يعني هو من باليرمو أصلاً، باليرميتانو، أو هو مسافر من باليرمو، فييني دا باليرمو مثلاً رايح حتة تانية، إيه بقى روما، تمام؟ وفي بعد كده عندنا دوفي فا فرانكو، دوفي فا فرانكو، أين يذهب فرانكو؟
دوفي فا فرانكو هنا أنطونيو أنطونيو ده اسم واحد إحنا قلنا مع الأشخاص بنقفز حرف الجر ها معانا أشخاص يبقى أي حرف جر هيجي معانا حرف جر دا يبقى هنا دوفي فا فرانكو دوفي فا فرانكو فرانكو كنا اف طبعا ميوسكولا يبقى فرانكو رايح فين فرانكو فا دا أنطونيو يبقى هنا با دا أنطونيو دا أنطونيو يعني عند أنطونيو تمام دا أنطونيو ماشي وا كازا وا تياترو أل سينما أل ريستورانت و إن مثلا سنترو أو إن بيبليوتيكا ديسكوتيكا مش عارفة إيه أو دال ميديكو دال ميكانيكو وهكذا تمام اوكي معلش حروف الجر طبعا رخمه ولكن هو ده ايه الوضع عندنا تمام اوكي خلاص كده بس ايه ناخد بس سريعا ايام الاسبوع وخلاص عندنا هنا ايام الاسبوع طبعا جورني دلا سيتيمانا كلمه جورنو يعني يوم والجمع جورني طبعا ايام ماشي وسيتيمانا اسبوع والجمع settimane اسابيع لما اقول giorni della settimana يعني ايام الاسبوع طبعا في الدول الاوروبيه ايام الاسبوع بتبدا بلوندي لوندي اللي هو يوم الاثنين نخلي بالنا ان بينتهي بحرف مشدد يعني المفرد كما الجمع لوندي يوم الاثنين او ايام الاثنين نفس الموضوع ما بيتغيرش لوندي مارتدي ميركوليدي يوم الأربعاء تمام لوندي الاثنين مارتدي الثلاثاء ميركوليدي الأربعاء جوفيدي الخميس اوكي فينيردي فينيردي الجمعة وسابتو السبت سابتو ودومينيكا دومينيكا الأحد نخلي بالنا أن كلهم بيكونوا مذكرين فيما عدا دومينيكا لا دومينيكا تمام بونجورنو يعني كلهم بيكونوا ماسكيلي يعني مذكرين فيما عدا تراني أو تشيتو دومينيكا دومينيكا بتكون فمينيلة مؤنثة لا دومينيكا يعني بقول اللوندي il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato o la domenica. الحاجات اللي بيكون اخرها accento او حرف مشدد لتر accentata اللي هي اي عليها accento معناها ان بنطقها مرتين لوندي وكمان المفرد كما الجمع يعني ما بتتغيرش في الجمع فبقول اي لوندي يوم الاثنين واي لوندي ايام الاثنين. تمام اوكي ولما احب اسال النهارده يوم ايه بقول كي جورنو كي جورنو ايه اوجي كي جورنو ايه اوجي النهارده يوم ايه ها نجاوب كي جورنو ايه اوجي كي جورنو ايه اوجي كي جورنو ايه اوجي فبقول اوجي ايه النهارده بيكون يوم ايه بقى فينيردي طبعا فينيردي وفينيردي طبعا يوم مفروض ان هو مقدس طبعا عند المسلمين فبنقول بون فينيردي بون فينيردي يعني فينيردي سعيد فينيردي تمام اوكي فينير هنا دي اوكي بون فينيردي وطبعا في الدول الاوروبيه او عند المسيحيين بنقول بونا دومينيكا دومينيكا يعني احد سعيد طبعا هنا بون عشان ايل فينيردي وبونا عشان لا دومينيكا بون فينيردي وبونا دومينيكا ونهايه الاسبوع بنقول بون فينه ستيمانا ستيمانا يعني نهاية أسبوع سعيدة بونفيني ستيمانا تمام بونفيني ستيمانا يعني النهاردة النهاردة خلاص نهاية الأسبوع فالنهاردة لما نسلم على بعض نقول بونفيني ستيمانا يعني إيه نتمنى لكم بقى نهاية أسبوع سعيدة بونفيني ستيمانا
وفي بعد كده عندنا لو هنسأل على طبعا دوماني يعني غدا، دوماني غدا، ودوبو دوماني بعد غدا، دوبو دوماني بعد غدا، فبقول كي جورنو إيه دوماني، غدا يوم إيه، كي جورنو إيه دوماني، فبقول دوماني إيه، دوماني إيه، إذا سابادو، تمام؟ دوماني إيه سابادو، أوكي، وبقول كي جورنو إيه، كي جورنو إيه، dopo domani, بعد بكرة إيه، كي جورنو إيه dopo domani، فبقول dopo domani، dopo domani إيه، مثلا هيكون ايه دومينيكا، دومينيكا، تمام اوكي. وطبعا انا استخدمت صيغه المضارع مع دوماني ودوبو دوماني مع انه مستقبل، بس لانها حاجات حقيقيه، يعني كي جورنو ايه دوماني هيكون سبت ومش هيتغير، النهارده الجمعه بكره السبت، عمره ما هيكون الاثنين، فيعني خلاص بكره السبت، مش بكره هيكون السبت، لا خلاص هو احنا متاكدين ان هو السبت، فحتى لو كان في المستقبل واحنا متاكدين فبنستخدم صيغه المضارع. ولكن في الماضي لو انا قلت ياري يعني امس، طبعا ياري يعني امبارح، ولالترو ياري اول امبارح، الترو ياري اول امبارح او اول امس، هنا بقى الموضوع اختلف، هنا ماضي ما ينفعش استخدم فيه مضارع، هقول كي جورنو ايرا، معلش لحد ما ناخد الماضي هنعرف بس ايرا، جورنو ايرا كان، كي جورنو ايرا ياري، امبارح كان ايه، ما ينفعش اقول يعني عليه مضارع، ماشي، كي جورنو ايرا ياري، فهنا ياري ايرا ايرا، يبقى جوفيدي، جوفيدي، ياري ايرا جوفيدي، تمام. و che giorno era l'altro ieri, che giorno era l'altro altro ieri, اول امس، che giorno era l'altro ieri, يبقى l'altro ieri l'altro اوكي ieri era كان، هنا كان ما ينفعش اقول ايه، era طبعا كان ايه بقى، ميركوليدي، ميركوليدي، va bene، خلاص كده احنا خلصنا، ايوه في شك non c'è dubbio، طبعا فهنا احنا بنستخدم المضارع، تمام. واحنا عرفنا ان اوجي النهارده طبعا، و جورنو يعني يوم، ستيمانا يعني اسبوع، وكي جورنو اي اوجي، كي جورنو اي دوماني، كي جورنو اي دوبو دوماني، كي جورنو ايرا ياري، كي جورنو ايرا لالترو ياري، كي جورنو ايرا، تمام. و بس اخذنا ايام الاسبوع، لوندي ومارتدي وميركوليدي جوفيدي فينيردي سابادو دومينيكا، تمام. Ok, grazie a tutti, buon venerdì e buon fine settimana. Ok, yalla, ciao a tutti, e ci vediamo domani, e وسامحوني على الفترة اللي فاتت، كانت فترة نقل بس من مدينة لمدينة، يعني جيت روما ولسه حتى ما استقرتش. Grazie, grazie a me, grazie a te, gentilissima, grazie, ciao. Ok, buona giornata, ciao.